مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة ومهمة، استنونا عشان تعرفوا إيه اللي معانا النهاردة. زكي نورة، عامل إيه؟ مساء الفل عليك. إيه الأخبار؟ كله زي الفل الحمد لله. يا مساء الفل يا جماعة، أخباركم إيه؟ نبدأ معكم على طول بقى النهاردة، يعني حلقتنا من الآخر للأول. الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة هيكون طبعا إن بوكس سبورتس، واللي دايما بنتكلم فيها معاكم عن الشأن الرياضي المصري. والنهاردة هينورنا رئيس اتحاد القوس والسهم، علشان رئيس اتحاد الكيك بوكسينج، علشان يكلمنا بشكل كبير عن الرياضة. وأكيد طبعا كمان أغلبية الناس بتهتم جدا بالألعاب القتالية، علشان كده النهاردة هيكون منورنا. وبرضه هينورنا عضو مجلس إدارة القوس والسهم الاتحاد المصري، إن شاء الله برضه فقرة مهمة جدا. حلو جدا. أما الفقرة الثانية من إن بوكس فهتكون معانا طفلة جميلة جدا، عندها 7 سنين، هي من ذوي القدرات الخاصة ولكن عندها موهبة حلوة جدا جدا في العزف. هنسمع منها كتير ونعرف إيه حكاية الطفلة سارة أحمد، وكمان هتنورنا هنا والدتها. فقرة حلوة جدا. أما دلوقتي فقرة تعتبر بالنسبة لنا حزينة شوية ومش حلوة. ليه بقى؟ أكيد طبعا كلنا تابعنا اليومين اللي فاتوا دول يعني حديث السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، وكمان يعني بشهادة أكتر من 50 بنت، وصلت لحد النهاردة لمئة شخص أو 100 فتاة، وكمان من ضمنهم يعني شابين برضو في حادثة مؤسفة جدا. تابعنا أغلبية الشهادات دي كلها مرتبطة بشخص، الشخص ده تم الاعتداء جنسيا عليهم طبعا، وكلهم تحت السن او دون السن ال 14 سنه. في ظاهره غريبه جدا لاحظناها بعضهم يعني الفتره اللي فاتت. وطبعا الموضوع يعني قلب الدنيا، سواء بقى على السوشيال ميديا او كمان اعلاميا. النهارده نحاول نتكلم معاكم عن الموضوع ده بمنتهى الهدوء كده، ونتكلم كمان معاكم عن يعني الفكره نفسها اجتماعيا، ان اغلبيه البنات يا نوره بيخافوا ان هم ممكن لو تعرضوا للتحرش الجنسي بيخافوا ان هم ممكن يبلغوا. بالظبط. هو يمكن عدد الشهادات اللي احنا شفناها او الروايات اللي اتحكت على الفيسبوك هو عدد كبير جدا، ولكن البلاغات الرسميه المقدمه هي مازال عددها قليل. يمكن يعني ده مش مجال للنقاش في الحادثه دي بعينها، يمكن المجال الصح هو انه تكون في النيابه او تكون في المحكمه، او انه اي بنت تتعرض للتحرش او الاغتصاب يا ريت ان هي فعلا تروح وتقدم بلاغ ضد الشخص اللي عليها. ولكن النهاردة حابين نتكلم معاكم في نقطتين. أول نقطة زي ما كان فاروق بيقول، ليه أي بنت بيحصل لها أي حادث من النوعية دي سواء اغتصاب أو تحرش بتخاف أنها تتكلم، أو بتخاف حتى أنها تحكي لحد من أهلها؟ ويمكن ده برضو في بعض الشهادات البنات اللي قالوا كده، أنه الشخص ده اعتدى عليهم خافوا في وقتها أنه هم يتكلموا. تاني حاجة، إيه هو أصلا مفهوم التحرش الجنسي؟ التحرش الجنسي هي مفروض يعني بعض من الكلمات الغير مرغوب فيها وأفعال كمان غير مرغوب فيها، وليها طابع جنسي بتنتهك جسد أو خصية أو مشاعر أي شخص، وبتخليه كمان مش حاسس ان هو مرتاح بشكل كبير، وبتحسسه كمان ان هو متهدد او منتهك، او كمان بتحسسه بعدم الامان، بالخوف او بعدم الاحترام. طبعا اكيد احنا فاهمين ده كويس جدا، لكن احنا ما عندناش الثقافه دي يعني معممه بشكل كبير. مش عارفين بالنسبه للاطفال انهي منطقه فيهم بالنسبه لنا تبقى تحرش، معنى ان حد ممكن يتكلم لفظيا مع طفل بشكل معين ده كده تحرش ولا لا، معنى ان حد ممكن يلمس طفل صغير ده برضو في اي اطار ده انهي فيه ممكن من انواع التحرش. احنا عايزين نحط يعني ثوابت وضوابط للموضوع ده، لان احنا عندنا المشكله كبيره مش قليله، عندنا برضو عدد فتيات كبير جدا موجود بيخلي الواحد يقلق. بالظبط. بصوا يا جماعه، عشان في ناس كتير فاكره انه التحرش الجنسي ده لازم انه حد يكون بيلمسني بالايد، لا على فكره هو لو حد بعت لك نكته فيها ايحاء جنسي ده يعتبر تحرش، لو حد بعت لك صوره اباحيه ده يعتبر تحرش، حتى على فكره النداءات اللي بتحصل في الشارع، لو حد بسبس، لو حد صفر، لو حد الح ان هو عايز يتكلم معايا وانا مش حابه ده يعتبر تحرش، النظره الغير مرغوب فيها، لو حد بص عليا، لو حد بص على جزء من جسمي ده يعتبر تحرش. يمكن ناس كتير ما تبقاش فاهمة المصطلح ده أو الحدود لحد فين وإيه اللي يثبت وإيه ضوابط الموضوع ده، ولو قلت أنه ده تحرش بيا إيه الإثبات أو إيه الدليل على كلامي ده. عشان كده دلوقتي معانا على التليفون المستشار أحمد فوزي حجازي، المستشار القانوني، عشان يوضح لنا برضو تفاصيل أكتر. ألو أستاذ أحمد.
الو، طيب استاذ احمد مش جاهز معانا. طب هنكلمه تاني. طيب بص يا نورا، الفكره من الموضوع في البدايه خالص انا شايف ان هي التربيه. التربيه طول ما انت بتربي ابنك او بنتك ان انت اي حاجه تحصل له يجي يحكي لك، وهو بقى عارف ايه اللي المفروض اللي ما حدش يعني يعدي حدود في منطقه معينه، هنا دي التربيه. ان الطفل مهما يحصل يجي يحكي لك او يحكي لك، دي برضو التربيه. الشيء الاخر برضه نورا اللي بالنسبه لنا يمكن انا مش لاقي له مفهوم ليه، يعني انا عايز افهم هو ليه لو بنت لا قدر الله اتعرضت لتحرش جنسي ليه بتخاف تبلغ؟ انا اقول ليه بتخاف تقول؟ ليه بتفتكر دايما او اهلها بيفتكروا دايما ان دي وصمه عار هتبقى ماشيه معاها طول عمرها، مع انها هي غصب عنها واحده ماشيه في الشارع لا قدر الله حصل لها الموقف ده ايا كان الموقف. انا اقول لك ليه. عايز تبدا من اول الشارع، من اول ما الموقف حصل، ولا من اول البيت؟ اللي انت شايفاه. نبدا من الاثنين. نبدا من اول الشارع. لو بنت اتعرضت لاي حادثه تحرش او حد ضايقها واخدت موقف، الناس اولا يا اما بيتفرجوا يا اما بتلاقي كلام من نوعيه اللي هو طب هو عمل لك ايه؟ هو سرق منك حاجه؟ تقول لهم لا. طب هو عمل ايه؟ اول ما تقول كلمه تحرش طب خلاص يا حبيبتي يلا يعني امشي ربنا يسترها عليكي. او تلاقي على فكره من ستات تانية اللي هو خلاص بقى يا حبيبتي والشوشره وكلام الناس امشي وخلاص معلش. يا اما هتلاقي برضو نفس الناس اللي في الشارع دول، ما اكيد هي عملت حاجه يعني بينت له ان هي مرحبه بده، او اكيد بصوا لبسها عامل ازاي، او ايه اللي مشاها هناك، او ايه اللي دخلها الشارع الضلمه، او ايه اكيد هي يعني احنا بنطلع مبررات غلط وسايبين الموضوع نفسه. بالظبط، احنا سايبين البنت او سايبين الولد المشكله نفسها اللي عمل الفعل ده وماسكين في الضحيه، احنا بنلومها هي على اللي حصل فيها. طيب راحت وقالت لاهلها. اهلها هيبقى في خوف طبعا شديد جدا، هيبقى في فكره انه كل ما تيجي نازله او كل ما يبقى في اي حاجه هيبقوا لازم ان هم يكونوا معاها، او ممكن على فكره يمنعوها حتى من النزول، هيقولوا لها لبسك احنا قلنا لك، احنا قلنا لك ما تتاخريش وخلاص ما تحكيش لاي حد عشان ما يطلعش عليكي سمعه، عشان في الاخر تعرفي ان انت تتجوزي. انا مش فاهمه ايه العلاقه. والله نور انا برضه انا شايف ان القصه مش رايحه بس في اتجاه ممكن الملابس، لا ده في عندنا مواقف ممكن نحكيها من هنا للصبح ان مش بس مرتبطه بالملابس خالص. بالعكس ده بيحصل كمان يعني لو بعض الحوادث يعني بنشوفها بتحصل لمحجبات وبتحصل برضو لناس ملهاش علاقه بالملابس يعني. طيب احنا عشان نتكلم اكتر وبشكل قانوني بقى نعرف يعني نحط بقى يعني الحساب هنا اللي طبعا يتعدى حدوده، هيكون معايا دلوقتي الاستاذ والمستشار القانوني احمد فوزي حجازي. الو استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. يا استاذ احمد بنرحب بيك معانا ومنورنا. اهلا بيك يا احمد بيه، ازاي؟ الحمد لله كله زي الفل الحمد لله. استاذ احمد قول لي، تابعت الترند اللي موجود على السوشيال ميديا بشكل كبير بخصوص الحادث اللي مرتبط بال100 فتاه؟ يعني تابعته زي كل الناس بس ما بوقفش عنده كتير، يمكن احنا رجاله بنشوف المواضيع دي بشكل كتير تمام، فما بتخضناش لانها مش ظاهره بالنسبه لنا. تمام. طيب استاذ احمد يعني هل الشهادات اللي هي المفروض اللي طلعت من البنات او من اهاليهم يعني بخصوص القضيه دي، هل الشهادات دي تعتبر دلوقتي كافيه لتحريك القضيه دي؟ يعني حتى شهادات يعني على الفيسبوك بعد وقوعها؟ طيب شوف شوف احمد ايه، طبعا انت عارف ان القانون حاجه والشهادات والقصه يعني احنا عندنا اجراءات قانونيه يجب ان تتبع. تمام. ما ينفعش اجي احاكم واحد على ان واحد قال شهاده او راي، لازم يحصل تحقيق والكلام ده يثبت في محاضر رسميه، لكن ما ينفعش اخد من اقوال الجمهور واقوال الجرايد واقوال الفيسبوك كمحقق وابدا ارتب عليها ادانه لشخص ما او براءه لي، لان النهارده اللي بتدلي بشهادتها دي وكيل النيابه لازم يحقق معاها سين جيم ويعرف التفاصيل. فما ينفعش واحدة طالعة ما يمكن كلامها مش مصدق. ممكن تكون بينها وبين الشخص اللي بتتهمه ده مشاكل. مشاكل يعني دائما ابدا احنا الاعلام غير الواقع القانوني. الاعلام راي مجتمع وراي جمهور بيطلع وبينزل حسب اللي بيصدره للمجتمع. فممكن تلاقي ناس اصلا في حالة زي دي متعاطفة مع الراجل، وممكن تلاقي العكس. فالقانون بعيد عن كده، القانون يعني بيحقق أدلة أوراق براهين تعتمد على المنطق والعقل.
طيب أستاذ أحمد، لو الحادث ده اللي حصل لأكتر من بنت، يمكن مش كلهم في الوقت الحالي، ولكن في حوادث منهم كانت في سنين فاتت، هل لو قدموا بلاغات دلوقتي في حاجة تثبت اعتداء الشخص ده عليهم ولا لا؟ خلينا برضو نقول يعني عشان اللي بيسمعنا لا يحبط، القانون قانون، بمعنى أنا عندي حاجة اسمها انقضاء الدعوة الجنائية بالتقاضي. يعني لو واحد قعد 3 سنين مثلا ما قدمش شكوى في جريمة، ما ينفعش يجي يقدم بيها لأنه انقضت الدعوة الجنائية. تمام؟ فإذا دي نقطة. النقطة الثانية، هل مجرد إن واحد يجي يقول إن أحمد تحرش بيا بدون أدلة ومستندات، دي كلها تخضع للتحقيقات ولا تحريات المباحث وأمور كتيرة عشان هيترتب عليها حبس واحد؟ احنا دائما الاصل في الانسان البراءة. احنا ما بنتكلمش على واحد بيتحرش بندافع عنه، لا، احنا يستاهل ياخد العقوبة. بس الفكرة التانية اللي مردودها ايه؟ ان هل يجوز ان نعاقب شخص ممكن يكون حد بيتبلى عليه؟ طب هي الأدلة اللي موجودة دلوقتي، الرسائل الصوتية والرسائل برضو اللي موجودة كتابية، التحقيق بالنيابة العامة هي اللي تحقق وهي اللي تشوف وكيل النيابة يوديها. ما ممكن الراجل يقول أنا ضامن صوتي فنضطر نروح لخبير أصوات والأمور تروح. ما يعني إحنا بنتكلم، ما بنتكلمش على وقعة محددة طبعا. إحنا بنتكلم بشكل عام، بشكل عام دايما دايما اللي يجي في الحاجات دي، خدي بالك خبرتنا الطويلة في مجال التقاضي بتقول في بعض ساعات فعلا بتبقى أمور ملفقة والغالب بتبقى أمور سليمة. فمبدأ العدالة إيه؟ خير أن يفلت من العدالة 100 شخص ولا نودين شخص. يعني إدانة الشخص بمنتهى الصعوبة، عشان تبقى عارفة حضرتك يعني لما نودين شخص منتهى الصعوبة، لكن إن نبرأ شخص سهلة. فعشان آخد أي أقوال مرسلة أو أقوال بدون شهود أو أقوال بدون مستندات او اقوال ما حتى لو حتى لو بالشهاده الجماعيه بالنسبه لهم كلهم يا استاذ احمد، يعني هم اكتر من 100 شخص. لا لا، في الواقع زي الواقع الاخيره المنتشره على السوشيال ميديا، تمام، دي واقع مقمع عليها من اكثر من شخص. يعني لا يفترض ان في 10 بنات هيجوا يتبلوا على واحد. اكيد بالظبط. وبعد كده برضه محقق او وكيل النيابه رجل عنده فطنه وذكاء، لو شاف ان ال 10 بنات دي تجمع بينهم علاقه، ما ممكن يكونوا 10 بنات اصحاب. تمام. لكن لو لقيت ان دي ما تعرفش دي ودي بعيده عن دي، يبقى مش ممكن يبقى في 10 افراد هيتبلوا على حد. يعني هيتبلوا على حد. فاهم؟ يعني الامور كل حاله يا احمد بيه بتضرب على حد. يعني على 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 انفراد. طيب استاذ احمد، لو اي بنت تعرضت للتحرش، المفروض ان هي تتصرف ازاي قانونيا وايه اللي يثبت موقفها؟ يعني في حاله انه ما فيش شهود او ما فيش حد عايز يروح يشهد من اللي كانوا حاضرين الموقف، تعمل ايه؟ اول حاضر، شوف يا فندم، اول كلمه حضرتك قلتي لو ما فيش شهود، احنا من خلال الاعلام المحترم يا جماعه لازم نوعي الناس ان دي اختك او بنتك او امك او مراتك، ممكن يحصل لها كده، فلازم تبقى راجل وتروح تشهد لو شفت حاجه. لا، ما نسيبش الناس، ما هو برضو انت لازم تكون ايجابي شويه المواطن. تاني حاجه، اعتقد ان الشعب المصري شعب عنده نخوه ورجوله، يعني لو حاجه زي دي ما بتبقاش بسهوله تعدي، يعني الشارع كله بيتقلب، المكان بيتقلب. فاحنا بنتكلم في ايه؟ التحرش لو اهتم في اتوبيس في شارع زي اللي بيحصل في الاعياد والمناسبات، شويه عيال صغيره في السن بتطلع بتبقى فرحانه. اكتر حالات التحرش اللي بتحصل في مصر دايما بتبقى في الايام اللي فيها ايه؟ زحمه او ازدحام في الشارع. يعني دي الظاهره، والولاد دول بيعملوها عن عدم وهم، عايزين جهل وعدم ثقافه وعدم تربيه. لكن ما بيبقاش حاطط في دماغه التحرش بالشكل اللي احنا رسمينه. لان زي ما حضرتك قلتي وانا سمعتك في المقدمه بتقولي ان التحرش ممكن يبقى بالنظره. بالظبط. بالقول بالفعل نفسه. طب ما يا استاذ احمد، لو يعني خلينا واقعيين، لو انا دلوقتي حد بص لي بصه مش حلوه، بصه على اجزاء من جسمي، ازاي اثبت ان هو بص لي؟ ما هو ابسط كلمه هيقولها ما بصيتلهاش. فانا المفروض اعمل ايه؟
شوف يا فندم، ما هو النهارده في فكر ايه؟ كل الـ 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 القاضي او وكيل النيابه عايز دليل. لو في دليل يبقى خلاص، النظره زي ما حضرتك بتقول انا مش هعرف امسكها على حد. يعني في امور هتعدي، ما هو احنا لو بنتكلم على النظره انا كده اقول لك اكثر من 90% من السيدات المصريات حصل لها تحرش. ما ده حقيقي. يعني يعني على فكره والاحصائيات قالت كده، والاحصائيات قالت ان مش المنقبات بيحصل لهم تحرش. مش ضروري يعني واحده متبرجه في لبسها يحصل لها تحرش بس. المحجبه والمنقبه وكله. فاذا خلينا النظره دي نظره انا من وجهه نظري المتواضعه صعب اثباتها جدا. ولكن عند الله مش صعبه ان شاء الله. فارجو من اي ست هيحصل نظره تبعد عن المكان ده. هي بقى ثقافتها وتربيتها تبعد تتجنب هذا الشخص، او لان اثباتها مش هيبقى سهل. ولكن التحرش اللي انا بخاف منه اللي يبقى فيه يعني ما بنقول ايه اعتداء، يعني اللي هو الاعتداء الجنسي او الاغتصاب. طب او هنا اللمس او اللمس. طيب هنا ايه عقوبه المفروض هنا المتحرش او المغتصب؟ يعني عايزين برضو نوضحها اكتر للناس، عشان الناس لا قدر الله لو حد حصل له اي مشكله يعني بخصوص ال 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 الحاجه دي يعني يروح يبلغ ويبقى عارف ان هو حقه هيجي له. حاضر. شوف يا فندم، احنا عندنا زي ما اتفقنا ان احنا لو عرفنا نثبت، وده يثبت اذا تم اعتداء على حد بالايد تمام؟ في وسط ناس اكيد هيبقى في سكوت، او اكيد في كاميرات بتصور تلفزيون. النهارده المجتمع المصري المحلات كلها فيها كاميرات كل البلد. تاني حاجه لو في بالقول ده انت ممكن لو تبعت على وسائل الانترنت ووسائل والفيسبوك والواتساب والكلام ده ممكن تقدر ده يتثبت. فعندنا نعرف نثبت في الحالات اللي زي دي. تمام؟ القانون قال ايه؟ القانون بدا في قانون العقوبات ماده 306 الفقره الاولى بتتكلم على التحرش بشكل عام، وقال انه عقوبته الحبس لا تقل عن 6 أشهر وغرامه. تمام؟ حبس قد ايه؟ حبس لا يقل عن 6 أشهر. شوف احنا عندنا الحبس يعني دي اقصى، دي اقل عقوبه 6 شهور. حد ادنى الحد الاقصى قد ايه؟ ممكن توصل لقد ايه يا استاذ احمد؟ حاضر يا فندم. كلمه الحبس عندنا تعني من يوم ل3 سنين. تمام. ولكن في بعض المواد قانون العقوبات حددها في وقت ما تقلش او تزيد عنه خلال لمده 3 سنين. فهنا في عندنا من ما تقلش عن 6 أشهر وغرامه ما تقلش عن 3000 وما تزيدش عن 5. تمام؟ في حاله التكرار القانون زودها، يعني لو الولد ده اتمسك في محضر ثاني تزيد لسنه وغرامه ما تقلش عن 5000 وما تزيدش عن 10. تمام؟ القانون زود اكتر وقال ايه؟ يعني برضه القانون قال ايه؟ تعرض الغير في مكان عام او خاص اتيان امر من الامور بايحاء سواء بالاسلوب او بالقول او بالفعل او باي وسيله من الوسائل سواء اتصالات، يعني شوف القانون ما سابش حاجه. هو الصوت ابتدى يروح مننا يا استاذ احمد. معايا كده؟ تمام. اتفضل. طيب سريعا جدا عقوبه المغتصب. لا المغتصب ده موضوع ثاني، المغتصب ده قصه برضه ثانيه، يعني هندخل في اغتصاب دي جنايه. دي جنايه، لكن التحرش احنا عندنا حبس، بس التحرش بالحبس دي حاجه برضه لازم نعرفها، تزيد الى 5 سنين وما تقلش عن 2 سنين في حاله اذا كان المتحرش من يربي الصغير، يعني مدرس تحرش بتلميذه. طيب القانون هنا زود الموضوع ده من يعني انت بتقول عليه من كان له السلطه على المجني عليه. يعني مدرس تمام، واحد مدير في الشغل. هو الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا يا استاذ احمد، فيمكن نخصص له هنا حلقه يعني مختصه ونفهم اكتر القانون وعقوبه كل حاجه من دول ايه. انا بشكر حضرتك جدا المستشار احمد فوزي حجازي، نورتنا. انا بس حابه ان احنا ناكد على نقطه تانية يا جماعه، مفيش مبرر ولا للتحرش ولا للاغتصاب، مفيش حاجه اسمها لبس البنت هو اللي اوحالي بكده، مفيش حاجه اسمها وقت رجوعها للبيت، مفيش حاجه اسمها ايه اللي ودها هناك، يعني مفيش اي مبرر يبرر اي حاجه لاي معتدي او مغتصب. مظبوط جدا يا نوره، وخلاص يعني بكلامك ده خلصنا الفقره دي.
واروح يا جماعه معاكم الفقره اللي جايه على طول، فقره مهمه جدا لكن فيها فيها طاقه ايجابيه وفيها ابتسامه امل وفيها نور، نور للحياه، لان احنا هيكون معانا طفله جميله اسمها ساره ونعرف حكايتها. هي طفله يعني كفيفه لكن الموسيقى نور حياتها. هيكون معانا بعد الفاصل، خليكم معانا. يا جماعة، على مسرح ملتقى المواهب لذوي القدرات الخاصة ظهرت بنت من وهي عندها 5 سنين، يعني حتة سكراية ما شاء الله. البنت دي أي حاجة بتسمعها على طول بتلقطها، تروح منفذها على طول على الأورج من غير أي مشاكل خالص. النهاردة إحنا منورنا فنانة صغيرة كده جميلة جدا، هنستمتع بيها معها مع أجمل المعزوفات بقى اللي هتقدمها لنا النهاردة من خلال بقى الأغاني اللي هي حفظها، وكمان والدتها منورنا برضو النهاردة اللي دايما داعم ليها هي وباباها، وما شاء الله النهاردة هي زادت سنتين بقى عندها 7 سنين. النهاردة منورنا مين بقى؟ سارة. 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 ازيك يا سارة؟ نورتنا يا عم، شكرا. اخبار هي على طول مفيش تفاهم. يا سارة ازيك؟ اهلا بيكي يا استاذة المستمعين لل حبيبتي. لا بصي، هي نورة وانا احمد. انا اسمي نورة وده احمد. ماشي؟ ماشي يا سارة؟ بس انا هقوله لك بالانجليزي. طيب ماشي، هيبقى ايه؟ نعرف الناس على العموم الاول. طيب لا ده واضح. طيب وطبعا مامتها يسرى عادي. هي منطلقة هي عارفة هي عايزة ايه. ما هو بص حضرتك، هو الحمد لله ده من اثر الحمد لله النشاط. ساره الحمد لله في طبعا هي من ذوي القدرات الخاصه بلايند. ما شاء الله بلايند. ما شاء الله بلايند. انا مش عارفه طب انا جيت ليه. احنا هنسيبها تتكلم. هي طيب هنعزف ما تستعجليش. وقعت الشمس طيب. هي ما شاء الله بلايند وهي عندها حوالي 4 سنوات. بدأت كده تجرب تعزف أغاني الأطفال اللي هي كانت بتسمعها في البيت عندنا. أوكي. فالحمد لله جبنا لها كده أورج صغير، طبعا كان حاجة كده صغيرة على قدها. بدأت تجرب تعزف الأغنية بتاعت الأطفال اللي تعجبها، تجرب تعزفها. أوكي. سامعي. ده من غير دراسة ولا أي لا حاجة؟ لا لا سامعي. لا 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 استني استني يا سارة، عشان أنت كده أيوة الدنيا معاكي. ثانية حاضر، ثانية واحدة ثواني، هيعدلوا لك يا سارة المايك. بعد كده طبعا يا فندم، عشان أنت كده طويلة قوي. بعد كده يعني أول لما كانت بتسمع أي أغنية بتروح تجربها؟ أغاني الأطفال بالظبط يا فندم، أغاني الأطفال اللي إحنا عارفينها، ماما زمانها جاية وذهب الليل وحاجات كده. هو يعلي الصوت حاضر من جوه. بعد كده والله انت سكراني. احنا قاعدين دلوقتي مع سارة خلاص. خلي حد فينا خلوها تعزف. خلوها تعزف. عايز تعزف ايه؟ طيب بقول لك يا سارة، عايز تعزف ايه؟ نعزف كده وبعد كده نتكلم مع بعض. ماشي. طب هتعزفي ايه اول حاجة؟ اول حاجة انا عندي بغبغان. انا عندي بغبغان. الله الله جميلة. يلا نبدأ. طب يا سارة هي عارفاها اهي.
شكرا شكرا. سارة سارة طب قولي لنا ليه بتحبي الأورج؟ يعني ليه مش أي حاجة تانية؟ هي بتحب كله، بتحب أي آلة موسيقية؟ اه ما شاء الله جدا، يعني هي بتحب الكمان وبتحب قريب طلبت هارمونيكا طلبت هارمونيكا. فبصي حضرتك الحمد لله رب العالمين، احنا لما لقينا يعني موهبة سارة كده من وهي طبعا صغيرة على قدها هنعزف تاني هنعزف تاني الحمد لله حاولنا ان احنا مثلا نساعدها بقى نبدا نشترك لها في احتفالات ذوي القدرات الخاصة بحيث ان هي بلاش ده يا سارة لا ده ما نلعبش ده بتاع الصوت اللي هو سارة مش ممكن طب سارة معلش سارة نعم يا سارة اتكلمي ايوه قولي لي يا ساره بتحبي مين من المطربين؟ المطربه عبد الحليم حافظ المطربه عبد الحليم حافظ وكمان عمرو دياب يعني انت عارفه العندليب؟ عندليب الاسمر العندليب الاسمر اللي هو مين؟ فريد القطر لا اللي هو عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ طب انت حفظتي ازاي انت حفظتي ازاي اغاني عبد الحليم حافظ؟ اتعلمتي ازاي؟ انا سمعت الاغنيه وجرب اعزف يعني انت اي حاجه تسمعيها بتعرفي تعزفيها؟ يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو طول ايوه سمعت الاغنيه دي محمد قنديل برافو بتعرفي تعزفيها؟ ايوه بتعرفي تعزفيها؟ ايوه عارفه اعزفها ايوه عارفه اعزفها طب ما تسمعينا كده ورينا شطارتك بجد تعزفها؟ اه اي حاجه هي عايزه تعملها طب يلا اعملي يلا يا حلو هي ما جربتش تعزفها لي قبل كده على فكره هنجرب دلوقتي مع بعض ولا صوره صوره ساره طب فين صوره صحيح؟ لا لا طيب. لا 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 هي خلاص عايزاها حلو صبح هو الحقيقي هي دي مفاجأة لماما نفسها شكرا وطول يا حلو صبح نهارنا فل فعلا مفاجأة بصي حضرتك هي كده ما شاء الله بدأت تسمع مثلا الإذاعة المصرية بتحب الإذاعة جدا خاصة إذاعة الأغاني فبعد بقى مرحلة الأطفال دخلت بقى في الأغاني الكبار أوكي. فلقينا بقى بعد كده أغاني ما شاء الله فيروز وعبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب بتطلع كده زي ما حضرتك شفت اوكي طب هل فكرتي ان انت تخليها تدرس يعني تقوي الموهبه دي بالدراسه؟ طبعا طبعا يعني بعد الحمد لله في الاول الموضوع كان تسليه لما بدانا نحس ان هي ما شاء الله في حاجه مميزه حاولنا ان احنا بقى نتوجه ان ممكن تدرس في كده فطبعا في البدايه يعني كان في ناس كتير شايفاها صغيره قوي لان في سن معين للتعليم وفي نفس الوقت في ناس تانية كانت شايفه ان هي عشان اعاقتها البصريه ده صعب شويه بس يعني الحمد لله بعد فتره لقينا مكان وفعلا بدات كده تاخد المبادئ لما لقوا الحمد لله ان هي يعني عندها ما شاء الله عندها حاجه تقدر يعني تكمل عليها طيب احنا لسه هنكمل كلامنا ولسه هنسمع عزف اكتر من ساره ولكن هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل انبوكس خليكم معانا Thank you.
السؤال ده. برافو يا ساره. برافو يا ساره. دي اغنيه مين دي يا ساره؟ دي اغنيه ايه؟ يتعلموا يتعلموا. شاطره. مين اللي بيغنيها؟ عمرو دياب. عمرو دياب. الهضبة عمرو دياب. طيب قول لنا كده، يعني ساره بتتمرن قد ايه في اليوم؟ بتعمل معاها ايه؟ في برنامج معين ماشيين معاها؟ بص حضرتك، هي في طبعا احنا الفتره الاخيره بسبب الحظر وكده، فاحنا من شهر 2 تقريبا في البيت، فده كان بقى السبب اللي مخلي ساره يعني تشغلي الفيشه ماما. طيب لسه لما يجي الدور عليكي. فبدات ان هي حبيبتي في البيت بقى، ده بقى حياتها كلها. احنا طبعا ما فيش مدرسه، ما فيش حاجه خالص، فانشطه كلها توقفت، فكان ساره الاورج بقى هو حياتها في البيت. تقريبا هي معظم اليوم قاعده عليه. لا ده ده مش كاميرا، ده جهاز بتاع المايك. ده سي في جنبك عشان ما يبصش دلوقتي لسه. الو الو. فال يعني الفتره دي بقى حاولت اشوف لها اي حاجه تعملها، فعملت خطوه صعبه شويه وجريئه كده، ان انا عملت لسهره صفحه على الفيسبوك دلوقتي، وبقينا كل يوم اقنعتها ان هي ده بدل المسرح وبدل الانشطه، وان هي كل يوم ممكن تعزف لاصحابها اللي هي عايزاه. اوكي، راحة فين وسايبانا؟ ايوه ساره، راحة فين؟ يا ساره هتمشي وتسيبينا؟ اسمعي طب هنعزف. طب ساره قولي لي بس كده، اسالك سؤال وبعدها نعزف ماشي؟ نعم. لما ماما عملت لك البيج على الفيسبوك، كنت ماما كانت بتحكي لك الناس بتقول ايه عليكي ورايهم فيكي وكده؟ ايوه. وهي بتعمل لف بنفسها. الله. بنمسك ايدينا. اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو. شطوره شطوره. كانت بنسميها فقره الاهدائيات. يا ساره يا ساره، انت عندك اخوات يا ساره؟ اختك اسمها ايه؟ مريم. اختك مريم؟ اسمها مريم؟ عندها كام سنه؟ قولي. لا بصوت عالي. عندها ست سنين. ست سنين؟ يعني انت اكبر منها؟ هي الكبيره. انت الكبيره؟ انا عايزه اعزف. طب عندك اصحاب؟ ايوه. اسمهم ايه؟ نور وأروى وجمان. طب هما دلوقتي بيشوفوك في التلفزيون، هما شايفينك في التلفزيون دلوقتي، تقول لهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ باي باي؟ هو شافوا التلفزيون قالوا باي باي؟ ايوه. تقول لهم ايه طيب؟ عايز تقول لهم ايه؟ ما انا عايزاه اقول لكم. تقول لهم وحشتوني. وحشتوني؟ طبعا وحشتوني. طب يا ساره هتعزفي ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحبي تعزفيها؟ حاجه الاليسا. اليسا. اليسا اليسا. لا النهارده فعلا بتفاجئني. دي حاجه جديده. هتسمعيهم صوره صوره؟ يلا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لا لا سيبي ده اهو. يلا ابدأي في فين الصوت؟ يلا. وانا حاساها كمان بتقول لنا حاجه وبتبدا حاجه ثانيه. لا دي بتقول فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ومحمد عنديق. انا مش مصدق. يلا فين صوره صوره؟ هي بتعمل، هي بتظبط دنيتها بعد كده بتفاجئنا. يلا ابتدي. سيبيها يا ماما بتشوف. هي عارفه. يا ساره. ساره نعم. قولي نعم. نعم نعم.
انت ساره انت في سنه كام يا ساره؟ قولي في سنه كام؟ في سنه كام في المدرسه؟ المايك معلش استاذ يوسف الوحده وقعت. قولي لنا يا ساره. خلاص سيبيه 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 يا ساره. ساره انت في كام في سنه كام في المدرسه؟ سيبيه يا ساره خلاص سيبيه 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 سنه كام؟ ايوه حطيه تاني ماشي. شكرا يا ساره. انت في سنه كام بقى؟ يا ساره قولي انت في سنه كام؟ ولا نمشي؟ ها؟ طب يلا. سنة كام؟ أولى. أولى إيه؟ أولى ابتدائي. مدرسة إيه؟ النور. النور. يا حبيبي. أنتِ قولي لي يا سارة، أنتِ بتحبي إيه أكتر حاجة تاكليها؟ مكرونة. المكرونة؟ مكرونة. بتاعت مامي؟ طيب قولي لنا كام؟ الحمد لله. في حاجة كويسة. استني أفتحهم بس. لا سيبيني. طب كلمينا شوية عن كان أول مسابقة اشتركت فيها. يا فندم. المفروض هو ملتقى المواهب لذوي القدرات الخاصة. بالظبط سنة 2018. كان عندها 5 سنين. فيعني أنا طبعًا عشان أشترك لها ده كانت يعني كنت بجرب بصراحة يعني ما تخيلتش بس هي بصراحة هي في كل مرة ما شاء الله بتبهرني يعني. لا خليه تحت عشان الجهاز ده لا حرام. تعالي يا سارة. أيوه جنب كده. خليه هنا كده بعد إذنك. سارة كان ساعتها عندها 5 سنين وإحنا قدمنا لها كان عامل إعاقة سنة 2018. ممكن بقى ناخد شويه مؤدبي شويه. طب لما سارة بصي احنا شويه كلنا وهنمشي ماشي فخلينا بعد الفاصل بالظبط فهنعزف تاني بس شويه نتكلم مع مامي شويه. سنة 2018 قدمنا لها في الملتقى الانسانيه وطلعت عزفت على المسرح فعلا اول مره خالص. فطبعا رد فعل الناس ما شاء الله كان حاجه جميله الحمد لله. لغايه لما الحمد لله رب العالمين بعد كده قدمنا لها في مسابقه المواهب الذهبيه. كانت تابعه وزاره الثقافه سنه 2019 وخدت جائزه لجنه التحكيم الخاصه الحمد لله وكرمتها دكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه في دار اوبرا. طبعا كانت حاجه جميله جدا. بعد كده اشتركت مع فريق اسمه شعاع النور هو فريق عندنا في اسكندريه تبع لوزاره شباب رياضه ومركز شباب النصر هو من ذوي الاحتياجات بس هم ما شاء الله عليهم يعني قدراتهم فوق المستوى عليك تتخيلي من حيث الغناء ومن حيث صورة في العزف واخدوا مسابقه المركز الاول في المسابقه في الحلم المصري وساره خدت المركز الاول في العزف الفردي معرفش ازاي كويس لا موهوبه ساره هي بالنسبه لسنها طبعا يعني أكيد. هي بتلعب لا وان هي بتعمل ده من البدايه خالص عن طريق السمع بس هي ساره لسه ما اتعلمتش اي نوته طبعا موسيقيه خالص هي دوبك كنا يعني بنحاول نتعلم المبادئ دوري مي بس هي ما شاء الله السمعي بتاعها ان هي تسمع الاغنيه وهي تجرب مع نفسها زي ما حضرتك كده بشكل ما شاء الله يعني طبيعي جدا حتى ذوقها يعني انا مش عارفه افرض عليها تختار اللي هي عايزاه طب فاكره ايه اول حاجه ساره عزفتها في اول مسابقه ليها او اول حضور على مسرح كانت ايه؟ كانت حاجه صعبه جدا إيه؟ الف ليله وليله ام كلثوم ساره ايه رايك نعزفها دلوقتي؟ ساره تعزفي الف ليله وليله؟ يلا عشان بعدها هنمشي يلا اعزفي لا مش هنمشي احنا قاعدين لسه قاعدين لبكره يلا ركزي بقى يلا ابتدي الاستاذ الحفلاوي على كمان الاذاعه بقى عشان ده الاذاعه المصريه الاذاعه المصريه يلا لا من غير رتم لا 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 ساره من غير رتم يلا اكفي عادي لا ساره من غير رتم Thank you.
سارة، سارة انت نورتينا واحنا اتبسطنا معاكي قوي النهارده، واتبسطنا بالعزف بتاعك، وان شاء الله هنقابلك تاني. ماشي، انا اللي بشكركم جدا. شكرا على استضافتكم لسارة، شكرا ليك يا استاذه ياسر، وتشجيعكم ليها، ودي حاجه غاليه وكبيره جدا عندنا. يعني لو طالت المسافات نورتينا، لو طالت المسافات مش هنلحق بقى نعزفها بعد بقى بعد الهوا، بعد ما نخلص. ماشي، بعد ما نخلص نعزف. موافقه نعزفها في الفاصل؟ ماشي. قولي باي باي للكاميرا، يلا قولي باي باي، قولي باي باي، يلا قول لهم باي باي. يلا قولي باي باي. لا مفيش باي باي، هي مفيش باي باي. خلاص انا قاعده معاكم، نورتونا جدا، احنا بنشكركم. ان شاء الله كده ربنا يوفقها يا رب وتحقق كل حاجه هي بتتمناها. انا بشكر حضرتك جدا، وشكرا ليكي يا ساره. ميرسي على استضافتك. قولي شكرا. شكرا. ايوه كده، ميرسي. شكرا. فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل. بعد الفاصل بقى هيكون معانا انبوكس سبورتس مع احمد فاروق، خليكم معانا.